حياكم الله من جديد. راح نوصل الى واحدة من الادوات اللي نتكلم فيها اللي هي مواقع اللي سمحت الى خلق المحتوى وانشائه. هذه المواقع تحاول ان هي تساعدني على انشاء المحتوى بطريقة جدا فعالة وطريقة ابداعية. من المواقع الموجودة عندي موقع بنترست، يعتبر مواقع اللي انا اقدر انشئ المحتوى واخذ اي صورة او اي ملف عندي من فيديو من روابط من صور واصيغها او احررها او اعرضها للناس بطريقة جدا مميزة. من مواقع كذلك موقعها او تطبيق على التليفون اسمه فليبورد. هذا الفليبورد هو تطبيق ممكن تنزلون على هواتفكم النقالة وتتعرفون على مشاركات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة جدا سهلة ومرنة، وبإمكانكم ان انتوا تنشئون لكم اهتمام معين او تصنيف معين من خلال هذا التطبيق. كذلك من المواقع اللي موجودة موقع AllTop. عندي موقع من مواقع paper.li، موقع scope.it، موقع fancy، عندي موقع feedly. كل هذه المواقع هدف ان اخلق لي محتوى معين على الانترنت. ممكن بعض المواقع تسمح لي كجريدة، بعض المواقع تسمح لي ان اقرأ كل الاشياء اللي قاعد تصير على مواقع التواصل الاجتماعي او اخبار العالم اللي انا مهتم فيها من خلال صفحة واحدة. خلنا نشوف من المواقع اللي انشهرت. موقع اسمه ستوريفاي، هو موقع يحاول انه هو يعيد صياغة المحتوى من تغريدات، من فيديوهات، من روابط، من ناس، من تعليقات، من احداثيات، من كل هالامور اقدر اشاركها في صفحة واحدة. صار مؤتمر لمطورين جوجل. خلال المؤتمر في كثير من الافكار اللي ودهم الحضور يوصلونها للجمهور، فراحوا اعادوا خلق المحتوى او انشاء المحتوى بطريقة تناسب الجمهور بحيث انهم يتعرفون على افكار المؤتمر هذه. استخدموا موقع اسمه ستوريفاي. خلنا نشوف هذا الفيديو حتى نعرف شلون الناس تفاعلوا مع هذا النوع من المحتوى وحاولوا انهم يستفيدون من تجربة مؤتمر مطورين جوجل وموقع ستوريفاي.